الأوكرانية والجنود الأوكران خاصة في هذا الوقت، فإن الاستعمار وهذه العدائيات الروسية لا بد من مواجهتها. نحن نشكر كافة الدعم والمساعدات، ولا سيما الدعم بالأسلحة الدفاع الجوي من حلفاؤنا لشعبنا ولعائلاتنا ولصالح أطفالنا ولضمان أمننا الوطني. لقد تناولنا بعض العقوبات الإضافية ضد روسيا وضد هذا العداء الروسي. طالما أن هذه العدائيات تستمر سوف تستوجب الكثير من العقوبات وتجديد هذه العقوبات، ونحن على قناعة أنه من أجل إجبار روسيا على الرضوخ سوف ننفس بعض المعادلات السلمية، وسوف نطرح بعض المعادلات السلمية. يمكن أن تشترك إيطاليا في بعض مبادرات السلام التي تناولناها خلال هذا اليوم. نحن نعرف أن هناك حاجة إلى وقف العدوان الروسي. روسيا تستجيب وتستمر في استجاباتها من خلال بعض المعادلات مثل الصواريخ الجوية والضربات الجوية والصاروخية، ولكن هذا لا يعني أن ليس هناك فرصة للسلم، ولكن هذا مسؤولية المجتمع الدولي. لابد من التعاون من أجل تنفيذ معادلة السلام التي نطمح إليها. نحن نرغب في استعادة النظام الدولي والقانون الدولي وتحقيق هذا النظام على أرض الواقع وعلى أراضينا لردع هذا العدوان الروسي. مرة أخرى، هذا صحيح إن الأمن ليس فقط لبلدنا ولكن لأمن أوروبا بالكامل. السيد رئيس الوزراء زار مدينة كييف، هذه المدينة التي كانت تحت الاحتلال أثناء العدوان الروسي على أوكرانيا، والرئيس وزراء عالم ما معنى ذلك أن أرفع علم أوكرانيا عاليا. هذا يدل أن روسيا تهدد حياة المواطنين، وأشكر إيطاليا على استعدادنا على دعمنا للحفاظ على أرواح شعبنا. اليوم توقفنا عند هذه المشكلات وعند هذه المسألة التي تتعلق باستعادة أراضينا، وفي هذا السياق نحن اتفقنا وقدمنا تحياتنا وأشدنا بالجهود المبذولة خلال المؤتمرات المشتركة لاستعادة الأراضي الأوكرانية، وأصبحت إيطاليا إحدى الدول الأساسية التي تقدم الدعم والمساندة لأوكرانيا. من المهم لنا أن على هامش المؤتمر في هذا العام سوف نحتفل بمرور 90 عاما على هذه المأساة، ورئيس الوزراء أخبرنا بالفعل أن اللجنة بشأن العلاقات الخارجية بالفعل تبنت هذه القرارات الهامة، ونحن ننتظر على الحلول، ننتظر وضع الحلول محل التنفيذ. ونحن ممتنين لزيارتك دلالة على دعم ومساندة أوكرانيا. مساء الخير على الجميع، وأنا أتوجه بالشكر على تنفيذ هذه الزيارة. شكرا على تخصيص الوقت سيادتكم لتباحث هذه الأمور. أنا سعيدة، أنا أود أن أقول وأعبر عن سعادة أن أكون هنا في أوكرانيا، لأن إحدى اللقاءات الثنائية للتعاون منذ تولي منصبي هذا، وأود أن أعبر عن دعمنا الكامل لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. وأود أن أخبركم أننا لن نعود إلى الوراء بالنسبة لمباحثات اليوم. هذا العدوان استمر لعام منذ 24 فبراير 2022، وهذا العام وضع أمامنا تاريخ يعود إلى عشرات السنوات. إن هذا الغزو الذي بدأ في 24 فبراير 2022
في قلوب هؤلاء الذين بدأوا هذا العدوان الذي استمر لأيام وشهور. ربما أن هناك كان قلة تقدير للشجاعة الشعب الأوكراني، ولكن لابد أن نبذل قصارى جهدنا، وقد قررنا أن نقدم كل ما نملك لدعم هذه الشراكة ودعم أوكرانيا. هذا يذكرني بدولة إيطاليا، لأن هناك كانت فترة عندما عانت إيطاليا، ووصفت إيطاليا بأنها الدولة التي لا توجد ولا توجد على الخريطة، ولكن لا، إيطاليا اعترفت بها كافة الدول والشعوب، وكان من المفترض أن يتم تقديم كافة الدعم وحيث أظهرت شجاعة وبسالة هائلة، أود أن أقول أن أوكرانيا بالفعل فازت في كفاحها من أجل هويتها. لقد قرأت في عدة مقالات بشأن قصة عددا من الجنود قبل الذهاب إلى العسكرية وذهب للدفاع عن أراضي بلاده وهوية بلاده من أجل حب البلاد، وهو أمر ملهم مثل بعض الشباب الملهم لدينا. هذا أود أن أقول لكم أن هذا العدوان لن يستمر، سوف نوقف هذا العدوان، وهذا أمر في غاية الأهمية. لا يمكن أن أعبر مدى امتناني لكم، ونرى هذا الكم من الشجاعة لكم. وأوكرانيا علمتنا أنها ذات تاريخ ثري. كما تعرفون أن في حالة القتل الجماعي والمذابح والإبادة التي بدأتها الدول المعادية، أخبرتكم بالفعل أن لجنة العلاقات الخارجية تبنت ووافقت على بعض الإجراءات القانونية لمعاقبة هذه الأعمال العدائية والمذابح الروسية.